دولة الكويت تؤكد دعمها المستمر للقضية الفلسطينية والقدس الشريف على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وتعليميا وإسكانيا، وتجلى ذلك من خلال الاجتماع الذي ضم وفد وقفية القدس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر. شكرا لكل القائمين على دولة الكويت، على رأسهم الشيخ نواف ثم الشيخ مشعل اللي استقبلنا اليوم احنا في وقفية القدس لاستلام وثيقة مبرة الشيخ صباح الأحمد الصباح التي أنشئت في مدينة القدس من قبل القائمين على الوقفية. غرفة التجارة الصناعة الكويتية أيضا وعدنا بأنه سيطلق دعوة لغرف التجارة الخليجية ثم العربية لدعم الوقفية وما يتبعها للنهوض بمصالح سكان القدس. غرفة تجارة وصناعة الكويت تجدد وقوفها المستمر مع القضية الفلسطينية، حيث أكد رئيسها محمد الصقر أن دولة الكويت تعتبر قضية القدس عقيدة وانتماء وإنسانية ووطنية، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة الكويت في طليعة الجهات الحكومية التي تدعم القدس. إن القضية الفلسطينية وبالتالي قضية القدس هي بالنسبة للكويت شعبا وحكما وحكومة ما زالت منذ أربعينيات القرن الماضي قضية عقيدة وانتماء وقضية إنسانية وأخلاقية، وكرئيس لغرفة تجارة وصناعة الكويت أشعر باعتزاز كبير بأن هذه الغرفة بكل ما تمثله كانت دائما في طليعة الجهات الداعمة للقدس وأهلها. أشكر كل كويتي سام، أنتم كنتوا المصدر ولا تزالوا المصدر الوحيد لصمود القدس وفلسطين. مشاريع كبرى تنفذها دولة الكويت ممثلة بالجهات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة الكويت في سبيل دعم القضية الفلسطينية في كافة المجالات، لتبقى قضية القدس وفلسطين القضية العربية والإسلامية الأولى لدى دولة الكويت. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.